مرحبا، شلونكم؟ راح اسويكم بالجريج، بس الحشوة اليوم راح تكون دجاج، لان الكاستمر عندهم حساسية من البيف والبيل البقر والعجل، فراح نسوي الحشوة دجاج. فاستعمل جريج كواليتي اخذته من الاسواق التركية. راح نستعمل ميجرمنت كوب، كوب قياس 4 كوب، كريش استعمل اياهم، وبرغل ناعم راح اخلي نصف كوب برغل اسمر حتى تنطينا العجينة شوية لون، لان ما قاعد اخلي لحم بيها. املحها وراح اخلي فلفل اسود، هسه نضيف المي، والمي ما نقدر نحدد القياس لان البربل والجريش يختلف من بلد لبلد، بس راح اخلي المي بس يغطى البربل مالتي الجريش. اتاكد انه المواد امتصة المي، واتركهم تقريبا ربع ساعة الى 20 دقيقة وارجع لهم. هنا عندي صدور الدجاج راح اجهزهم حتى ننزلهم بالفود بروسيسر. جبتهم بست البيض، طبعا نوعيتها كيتشن ايد اللي سألتني عليها، وراح افرمهم على الخشن. فرمت صدور الدجاج، سويتها على الخشن، اكمل كل الكمية وارجع لكم. بعد ما فرمت الدجاج راح اخليه على النار حتى ينطبخ. هسه راح نشتغل على البصل. راح نفرم البصل على الخشن. البصل راح اطبخ على جهة الواحد، حاليا ما مخليه لا زيت ولا شيء، بس لا اطبخ هيك الوحدة. هسه ارجع للجريش مالتي، احضرها شوية مي. اللي عندها فود بروسيسر تستعملها، واللي عندها ترامة لحم تستعملها، واللي ما عندها اي وحدة من هذول تقدر تبقى تعجن بايدها، راح تصير عندها عجينة متماسكة. هسه نصدر الماكينة الجريج بالفود بروسيسر، نسويها على الناعم. املح الدجاج، بعد ما اخذ لون حلو راح اضيف شوية زيت. التتبيلة الاساسية راح تكون فلفل اسود. حشوة الدجاج اللي سويتها قسمتها قسمين، هاي راح اشتغل عليها بغير نوع كبة، واخذت هذا القسم راح اضيف له الكبة الجريش، راح اضيف له 7 بهار، لان الدجاج كلش يحب ال7 بهار. اتركها تبرد تماما حتى ابدي بشغل عليها واسوي كبة الجريش، وهاي راح اسويها بغير نوع كبة. مثل الحشوة العجينة جهزت، هسه نبتدي بالتشكيل.
عقب جهزت شكلت كل الكمية اللي عندي، جهزت التفريز وجهزت طبعا هاي نسلقها وبعدين نقليها اللي تحبها تقلات، أو رأسا تنزل بالمرقة سواء كانت مرقة حمراء أو مرقة صفراء بلبلبي. راح أفرزهم بعدين راح أخليهم بكياسة على كميات.